اهلا بكم مره تانية. الالتراس والمشكله الكبيره اللي عايشين فيها بقالنا 3 4 5 6 7 سنين. البدايات الحلوه زي قصص الحب بالظبط، البدايات الحلوه، بعد كده المشاكل سواء ما بين مجالس الادارات او الدوله او حتى بعض الاجهزه المختلفه. الموضوع ده كله انتقل من مرحله المواجهه واحيانا الشتيمه من بعض مجالس ادارات الانديه وبعض الصحفيين وبعض الاعلاميين، انتقل الى مرحله من الهدوء بعد دعوه الرئيس للالتراس للحوار. هتروح بينا هذه الدعوة إلى فين؟ هنتكلم في الماضي ولا نتكلم في المستقبل؟ احنا هنا عاوزين نتكلم في المستقبل. علشان كده ضيفنا النهاردة هو شوية كوكتيل مناسب للحديث عن هذا الموضوع. هو واحد من مؤسسي الألتراس في 2007، انسحب من الرابطة في 2010، وهو دلوقتي زميل وناقد رياضي وصحفي ومتخصص في شؤون الألتراس، الأستاذ محمد أبو علي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. خلينا نبدأ بسرعة كده بشكل سريع، تقييمك إيه للدعوة بتاعت الرئيس لحوار مع الألتراس في ظل حالة الغضب اللي كانت موجودة واستهداف الألتراس والتحريض عليهم سواء من إعلاميين أو رياضيين أو مجالس إدارات، وزي الناس دي سكتت كمان؟ هو تقييم بسرعة لأن أنا عرفت إن الفقرة مدتها ربع ساعة بس. فتقييمي إن في إعلاميين كتير جدا اتضح بعد مبادرة الرئيس الجمهورية مش فاهمين أي حاجة. في رؤساء أندية مش فاهمين أي حاجة. في ناس بتتكلم عن جهل، بتتكلم لمجرد ان هي عايزه تعمل ترافيك او عايزه تعمل مشاهدات، عايزه المقاطع بتاعتها تقطع وتتزع على اليوتيوب. مجموعات الالتراس بتضم شباب بالملايين، فهم شايفين ان لما اتكلم عليهم واصفهم بالملايين طبعا ملايين. يعني جمهور الاهلي مش عدده مش قليل. لو انت حضرتك اتفرجت على اي ماتش للنادي الاهلي، ماتشات اللي هي المهمه، بتبص تلاقي عدد اللي موجودين بس في القاهره بيملى الاستاد وقدهم بيبقى موجود بره، ما بالك بقى بقيه المحافظات. فانا النقطه مش عايز اتكلم في حته العدد، عايز اقول ان لما يعني اكبر راس في الدوله زي ما بيقول او رئيس الجمهوريه يقول انا عايز افتح حوار مع الناس دي، اذا الناس دي مش ارهابيين، اذا الناس دي مش ممولين، اذا الناس دي مش مثيري شغب، ولا هم زي ما بيتقال اخوان، ولا الكلام الكتير اللي انا من وجهه نظري بعتبره كلام فارغ يعني. فانا اللي عايز اتكلم فيه خلينا نسميه اتهامات بدون دليل على الاقل كمان، يعني مسمى قانوني. أنا, انا 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 بحب اللي يحترم عقلي يعني. انت حضرتك عملت فيديو اتشاير مثلا، انا شفته، كنت كل ما افتح الفيسبوك اتفرج عليه لان انت احترمت عقول الشباب وكلمت باحساسهم. فانا اللي بيستفز الواحد واللي بيستفز الشباب دول ان انت تيجي على شباب بيحب بلده، طلب منه يروح انجولا يشجع المنتخب راح، طلب منه يروح السودان في موقف صعب في ظروف سريعه وراح. سافر راح، طلب منه لقى في بلاده يعني في اطار ان هي هتنضف من فساد ومن من من محسوبيه ومن مشاكل كتير جدا، وكان في ثوره في البلد نزل، والدستور اللي اتحط دلوقتي معترف بالثوره دي بالرغم ان في ناس كتيره بتحاول ان هي تنكر موضوع الثوره. الشباب ده يحب بلده جدا. الناس اللي بتهاجمهم لمجرد اختلافات شخصيه، او هو عنده مشاكل معاهم، او هو عايز يعمل زي ما حضرتك مشاهدات عاليه في برنامجه. الالتراس ناس كتيره جدا بتقعد تتكلم وتقول لك الالتراس اخوان. طيب انا لو رجعت بالزمن كده ورجعت لسنه او سنتين اللي فاتوا، هتلاقي ثلاث ارباع الاحداث اللي الناس لامت فيها الالتراس كانت في عصر الاخوان. يعني ايقاف كوبري 6 اكتوبر، حريق اتحاد الكوره، تظاهر ضد الاخوان المركزي. نفسه كان الالتراس بيقوده. لا مش ضد الاخوان، هم مش مصلحتهم تظاهروا مع حد او ضد حد، بس هم عملوا حاله زخم في الشارع. الزخم ده كله كان موجود في عصر مين؟ الاخوان. طيب انا ازاي ابقى منتمي لحد واعمل له زخم واقلب الناس عليه بالبلدي كده يعني؟ فانا عايز اقول يعني لازم الاعلام يبقى ليه دور ايجابي ويحترم عقول الشباب دول. الشباب في بعض دول الاسئله عندهم، منهم ضباط شرطه، منهم دكاتره، منهم ناس في طيران، منهم ناس بيأدوا الخدمه العسكريه في الجيش، منهم اولياء امور بتلاقي اللي هو في الجيش، بتلاقي اللي هو شرطه. يستحيل انا بدون اي سند وبدون اي دليل اعمل اتهامات معلبه واروح داخل ومتهم الناس دي بدون اي وجه حق. طب ما هو السؤال اللي بيتقال ايه؟ خليني اقول لك السؤال اللي بيتقال لما الناس دي تروح لاي انتماء سياسي او ماشي خلاص احنا عرفنا دي. خليني اسالك السؤال دلوقتي، الناس بتقول ايه؟ ما احنا ما نعرفش مين الرؤساء بتوع الالتراس او مين اللي بيقود تنظيم هذه المجموعه او الرابط، ما بيطلعوش يتكلموا في الاعلام. الكلام ده كان الاول، بيخافوا يتكلموا في الاعلام، ما نعرفش ماهيه التنظيم ده شكله عامل ازاي، فده بيخوف الناس شويه. وناس تانية تقول لك ده ما هو الالتراس برضه ما بيعترفش ان عنده بعض الاخطاء، ويقول لك اصل انا مش مسؤول عن دول. ده مين مسؤول عنهم؟ لما يحصل بعض تصرفات لبعض الناس لك مش تبعي. بص ما فيش حد ما بيخطاش. يعني ما فيش حد في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في وقتنا هذا او في اوقات قبل كده ما عندوش اخطاء. ما فيش حد يقدر يقول انا ما عنديش اخطاء. الالتراس نفسهم عندهم اخطاء واعترفوا ان هم عندهم اخطاء واعترفوا ان هم عندهم مشاكل كتيره وفي حاجات كتيره عملوها ناس كتيره لمتهم فيها. انا اللي بتكلم فيه او اللي عايز اوضحه
ان انا ازاي الطاقه الكبيره دي والحشد الكبير ده ما استخدموش ان هو يفيد بلدي. ليه انا ابتدي اوجه اتهامات على طول للناس دي واخليها على طول في حاله عداء بيني وبينها؟ في 2009 حصل حاله حوار بين الشباب، وكان في ناس قريبين منهم، وابتدت المواضيع تهدى، وابتدت الدخلات بتاعتهم تخش المدرج بشكل كويس، ابتدت المعامله معاهم تتغير بشكل كويس، وحصل تغير ملموس وناس كتيره تعرف الموضوع ده في علاقه الشرطه بالدوله. النهارده بيجي مبادره مثلا يا جماعه نفتح حاله حوار وتيجي تطلع، هم عندهم حاجات كتير عايزين ينفذوها. انا عايز اعرف مين اللي قتل اصدقائي. عايز اعرف انا ليه بعيد عن المدرج دلوقتي. يعني انت عندك مقدره تنظم بطوله افريقيا للهاندبول بيحضرها 30,000 في السيمي فاينال قدام انجولا، وبيحضرها 35,000 في النهائي امام تونس، والدنيا مشيت كويس ونظمته ما حصلش مشكله. بتلعب ماتش طيب. سبورت في نهائي الكونفدراليه في حوالي 50,000 او 60,000 في الاستاد، ورئيس الجمهوريه نفسه طلع اشاد بيهم وما حصلش مشكله. طب خلينا المشكله عند مين؟ طيب خلينا نروح نشوف المشكله عند مين من وجهه نظر قانونيه. ومعانا المحامي الاستاذ طارق العوضي، محامي وايت نايتس او التروس نادي الزمالك. مساء الخير يا استاذ طارق. محمد، شايف تقييمك ازاي لدعوه الحوار والبيانات المتبادله بعد دعوه رئيس الحوار وحاله الهدوء اللي حصلت عند الناس اللي كانت بتهاجم الالترس؟ ايه المحددات اللي ممكن نحطها علشان ناخد الخطوه دي لقدام والمستقبل؟ طيب في البدايه بس تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام وللبرنامج. بصراحه انا يعني بتابع البرنامج وحاجه رائعه، ويعني ان شاء الله يبقى يعني حاجه محترمه في وسط حاله العبث الاعلامي اللي احنا عايشينها دي. طب خلينا في البدايه بالتاكيد اي دعوه يعني تطلقها الدوله، خصوصا اذا تمت على يعني اذا جرت على لسان راس الدوله، بالتاكيد لابد ان تلقي ترحيب من كل الاطراف. لكن امام هذا الترحيب ايضا هناك محاذير، ودي مهمه جدا ان احنا نحطها بين قوسين كده، محاذير من الحاله اللي تمت في الاعلام احتجاجا على دعوة الرئيس لشباب مصر للالتقاء بهم والتحدث معهم ومحاولة تقريب وجهات النظر. وانا عايز اقول ان انا اثق بصدق هذه الدعوة. عايز اقول لك لغاية النهاردة الصبح مثلا كنت قلقان من ردود الفعل اللي تمت على الدعوة دي، وانها قد يعني تؤخر او يحدث حالة من التراجع عن هذه الدعوة او الالتفاف عليها. لكن يعني النهارده تحديدا مثلا تم الاتصال بي من جهه سياديه مهمه جدا، وقالوا ان احنا عايزين نقعد، ولازم الشباب تفهم ان احنا مش في مواجهه معاهم خالص على الاطلاق، وان احنا مش في حاله عداء معاهم، وان الدوله فعلا بتسعى لتقريب وجهات النظر، وان الدوله حريصه على عودتهم الى الملاعب زي ما هم عاوزين، وان احنا مدركين تماما ان الالتراس مش تنظيم سياسي وانه تنظيم قروي، وان كل الكلام اللي اتقال دوت كان محاوله تشويه. ده كلام انا بقوله على مسؤوليته في اتصال مباشر تم معايا من جهه مهمه جدا في البلد قال الكلام دوت، وقلت ان في حاله من فقدان الثقه. طب وبالنسبه للطرف الثاني يا استاذ طارق، بالنسبه بقى للشباب بتوع الالتراس سواء الاهلي او الزمالك، هل عندهم نفس الروح من مبادره فكره الحوار وان الدنيا تهدى وان يتحط محددات للتعامل الفتره اللي جايه؟ خليني اقول لك ان هم يتمنوا دوت، بس برضو عايز اقول لك ان انا مثلا في شهر 9/2014 انا شخصيا اطلقت هذه المبادره، وقلت كده يعني على الرئيس السيسي ان يسمع من الشباب لا يسمع عنهم. يعني التقارير اللي تاتي له او الحاله اللي كانت موجوده في الاعلام وحمله التشويه اللي تمت، ولازم برضو الدوله تعرف ان زي ما حضرتك قلت كده، الدببه كتير قوي، مش بس في الحكومه، الدببه ايضا هم من يدعون انهم يعني مرعوبين على البلد دي وخايفين عليها، ثم يتبين بعد ذلك انهم يسعون الى مصالح شخصيه. فمجرد الرئيس ما يطلق مبادره فيقال عن هذه المبادره انها مبادره فاشله، فده لفظ لا يليق ان يقال على مبادره اطلقها رئيس الجمهوريه، او يقال لرئيس الجمهوريه تهديدا انك لو قعدت مع دول انا هقعد مع الاخوان. ففي النهايه احنا لسنا قدام ناس بتسعى لمصلحه الوطن. لما تبقى الدوله بتقول لشبابها الممتده الجمهوريه كلها من اسكندريه لاسوان تعالوا نقعد عشان انتوا ولادنا وعايزين نقرب وجهات النظر وعايزين نحافظ على البلد ديت، هيطلع حد يهدد الرئيس؟ احنا بصراحه لازم يتحط علامات استفهام كتير جدا صحيح حوالين مدى صدق الناس دي، وهل هي حريصه على البلد ولا حريصه على مصالح شخصيه خاصه بيها هي. صحيح في النهايه دول ولاد مصر، دول شباب مصر، نتفق او نختلف. انا شخصيا تمام وصلت جدا استاذ طارق العوضي، محامي مجموعه الوايت نايتس او مجموعه الالتراس. والحقيقه الراجل بيقول كلام محترم جدا، ما ينفعش الرئيس بيطلق دعوه والناس نفسها تحاول امنيه وبعدين الناس تحاول تهدها. القعده دي لو حصلت ولما تحصل
انت عاوز محدده تكون ايه؟ ايه اللي عاوزه الفتره اللي جايه؟ لا مش انا، انا بتكلم يعني احنا شايف الالتراس من خلال علاقتك الصحفيه بيهم. بالظبط بالظبط، هو هو يعني هو عايز يعرف مين السبب الرئيسي في مذبحه بورسعيد، عايز يرجع مدرجه تاني، عايز يبقى في ثقه بينه وبين المسؤولين في الدوله. هم على فكره ده تحليلي انا للمطالب بتاعتهم، لكن هم كل اللي عايزينه مش عايزين حد، لا عايزين يظهروا في اعلام ولا عايزين حد يقرب منهم ولا هم يقربوا من حد، هم عايزين يروحوا يشجعوا النادي بتاعهم، والعقليه بتاعتهم او المينتاليتي بتاع الالترس بيقول كده، انا مش عايز اظهر، مش عايز حد يتكلم عني، مش عايز انا اتكلم عن حد، انا كل اللي عايزه عايز اروح المدرج بتاعي واشجع فريقي. لكن انا توقعي هم عايزين يعني الدوله ترد لهم كرامتهم من الاهانات اللي تعرضوا لها الفتره اللي فاتت، عايزين هم واهالي الشهداء اللي شهدوا في الدفاع الجوي او في بورسعيد، عايزين يعرفوا مين اللي قتل ولادهم، مين الجاني الحقيقي، مين اللي خطط ومين اللي دبر للمذبحه يروح فيها ضحيتها 72 واحد، عايزين يعرفوا هم ليه تم اتهامهم بالتهم دي كلها، ليه الضغط ده كله عليهم، فحاجات كتيره جدا. وفي الاول وفي الاخر انا وجهه نظري ان يعني اتحطوا قدام امر واقع، يعني هو ما فيش مفر خلاص، لما رئيس الجمهوريه بيوجه لك الكره في ملعبك دلوقتي بالظبط، لو انت رفضتها. طب بمعلوماتك كده، هل حصل قعدات ما بينهم علشان القعده دي ولا؟ اكيد طبعا، اكيد قعدوا واتكلموا، بدليل ان هم طلعوا بعد كده بيان وقالوا احنا بنمد ايدينا للوطن لعوده الروح للمدرجات مره اخرى، وان الجماهير ترجع للمدرج مره اخرى، والوايت نايتس نزلوا برضو بيان. طيب قالوا في نفس يعني حاجه قريبه نفس الحاجه، نفس المعلومات، فكره انه في ترحيب. بخبرتك كده واخيرا، يعني شايف مستقبل الدعوه دي ازاي؟ انا يعني توقعي ان هي هتنجح، وتوقعي ان في ناس كتير جدا من اللي ضد الدعوه دي او رافضينها بمساعيهم اللي بتتم دلوقتي هيفشلوا في اللي هم بيحاولوا يوصلوا له، وباذن الله الشباب دول يتم احتوائهم من الدوله ويتم استفاده منهم بشكل افضل من كده. واتمنى ان احنا يعني شكل الاستادات بدون جماهير، واحنا وحش. منتخب بيلعب بجمهور، الاهلي والزمالك بيلعبوا في افريقيا، يمكن الزمالك كان بيلعب افريقيا شويه، الاهلي كان بيلعب افريقيا النهائيات كلها بجمهور. صحيح. اللي بنشوف زي ما قلت لحضرتك بطوله الهاند بول هنا في القاهره بجمهور، كان شكلها انا صحيح. انا صممت هي دي الكوره وهي دي شكل حاجه تحفه. ليه انا احرم الناس من متعتها وليه واجرب؟ صحيح. والله حصل مشكله خلاص، يبقى انتوا بقى اللي عايزين تعملوا مشاكل ويتم ابعادهم من صحيح. يعني انا بشكرك جدا استاذ محمد ابو علي، واحد مؤسسين الالترس، وزميلنا الصحفي والناقد الرياضي في جريده فيتو، واحد متخصصين في شؤون روابط الالترس، على هذا التفاؤل والكلام اللي قاله كمان الاستاذ طارق. ابعدوا انتوا عن الرئيس والالترس وسيبوهم يتصافوا مع بعض، والناس بقى اللي هم بتوع الزفه اللي مش عاجبهم مش عارف ايه مش عاجبهم ايه، فكره ان حد ما يعجبوش فكره الحوار والتفاهم ده لازم تحط على جنب شويه، لانه الحوار اصل موضوع احنا بندور على ارض مشتركه عشان كلنا نقف عليه علشان نبني البلد دي. على راي عمرو دياب زي ما قلت لحضراتكم، بلاش نتكلم في الماضي، نتكلموا في المستقبل اللي هيبني البلد دي، لان الالتراس مش بس مشجعين رياضه، دول حاله اجتماعيه وانسانيه وسياسيه كمان علشان خاطر البلد دي، علشان خاطر مصر. تصبحوا على خير.